إذا عندي two sinusoids two sinusoids وبدي أجمع هدول two sinusoids شو ممكن two sinusoids اللي أجمعهم إيش لازم ممكن يكونوا بصير أجمع current voltage ما في حاجة أنا أعرف عن السينوسويد حتى أقول إنه الفولتج والكرنت ما بنجمعوا مظبوط؟ إيش بقدر أجمع؟ ما بصير أجمع إلا أشياء لها نفس اليونت مظبوط؟ أنا عارف إنه هذا تريفيال بس لازم نتذكر حالنا فيه إذا أنا بقدرش أجمع غير فولتج وفولتج مش هيك؟ أو بقدر أجمع؟ كرنت وكرنت تمام إذا عندي تو سينوسويد هدول السينوسويد لهم سيم فريكونسي وممكن يكونهم نفس الأمبليتود أو ديفرنت أمبليتود same or different خلينا نحط الحالة العامة الحالة العامة إنه لهم different amplitudes وفي بينهم phase shift يعني different phases كمان وهاي الحالة العامة تنين إنهم نفس ال frequency طبعا لازم يكونهم نفس ال units حتى أقدر أجمعهم أو أطرحهم من أجمع مش هيك هاي مفروغ منها إذا لازم يكونوا طبعا same units ما بصير أجمع أشياء لها units مختلفة لازم تكون لها same units أنا حابب أجمع التو ساينوسويدز وأشوف شو الساينوسويد اللي بيجي القاعدة بتقول اجمع ساينوسويد له فريكونسي مع ساينوسويد تاني له نفس الفريكونسي لازم يطلع معي ساينوسويد له نفس الفريكونسي إذا أديشن بيطلع معي نيو ساينوسويد له سيم فريكونسي بس بيطلع له شيفت جديد فيز جديد زائد امبليتيود جديد هلا اذا الفيز شيفت كان زيرو مش هاي المساله بتصير سهله اذا الفيز شيفت بين التو ساينوسويد زيرو شو بعمل خلص الفيز شيفت الفيز شيفت الجديد هو نفس الفيز تبع الجديد هو نفس الفيز تبع الاصليات لكن راح يصير راح اجمع الامبليتيود الاول زائد امبليتيود الثاني كانه سكيلرز مش هيك لكن اذا عندي تو ساينوسويد انهم ديفرنت فريكوانسيز وانا حابب اجمعهم هذا الاكسس ايش هذا الزمن وخلينا نسميهم V1 of T V2 of T بدي اجمع V1 of T V2 of T كل واحد منهم هذول عباره V1 of T له امبليتيود وفيس شيفت و V2 of T له امبليتيود لكن الاثنين هم نفس الفريكونسي فنفترض مثلا هذا V1 فرضا وهذا حتى يكونوا نفس الفريكونسي هاي V1 و V2 هذول جمعهم ما راح يكون عباره عن الامبليتيود هذا زائد الامبليتيود هذا مش هيك لازم يكون في عندي طريقه معينه اجمعهم هلا في الطريقه الطويله الطريقه الطويله شو اعمل اخذ قيمه كل واحد من هذول بالماتلاب اروح على الماتلاب مثلا اخذ هاي كماتريكس او كاري وهاي كاري اجمعهم كلهم واعاين الجديد الامبليتيود الجديد اللي بيطلع ومنه بدي اطلع الساينوسويد الجديد اللي انا عارف انه نفس الفريكونسي بس راح يطلع له فيز شيفت واحتمال وين يكون الفيز شيفت تبعه إذا الفيز تبع هذا هون والفيز تبع هذا هون احتمال يكون الفيز تبعه هذاك somewhere in between يمكن يكون أقرب لمين؟ أكبر تمام أوكي وراح يطلع الأمبليتيود somewhere بين هذول التنين فيطلع أمبليتيود جديد ما بين هذول التنين هذا ممكن نعبر عنه ونحله بطريقة أسهل بكثير باستعمال الفيزر فالفيزر هو representation هو diagrammatic representation إذا A phaser is a diagrammatic representation كل عارف ايش diagrammatic يعني بالرسم diagrammatic representation of the amplitude and phase of a group of sinusoid ايش لازم يكون لهم؟ all having the same ايش؟ frequency هلا الاصطلاح رح نصطلحه بهذا الدياجرام هلا لاحظوا هذا بيشبه الفيكتور من اي ناحيه؟ فيش تشابه بينه وبين الفيكتور انه له امبليتيود وله فيز اوكي؟ فكانه الفيز هو الدايركشن تبع الفيكتور والامبليتيود هو الماجنتيود تبع فيكتور بس هو مش فيكتور هو فيزر هو طريقة تسهل علي الجمع لأنه يعني كانت الطريقة الطويلة أجمع هذول نقطة نقطة وأعين الساينوسويد الجديد إذا هون راح في عندي بلين والبلين راح يكون في عليه روتيتنج فيزر والفيزر فرضا هذه راح أفترض إنها الزاوية زيرو
فلو عندي هلا انا مش متذكر بنحط عليه الار ام اس ولا البيك، متذكر اذا بنحط عليه الار ام اس ولا البيك رح نتاكد منها ونشوف، بس نفترض انه هذا هون الار ام اس تبع هذا الفيزر زاويته زيرو، لانه رح افترض انا انه هون الزاويه زيرو، ورح افترض الافتراض طبعا بفترضه زي ما بدي، بس لازم يكون في عندنا اصطلاحات، الاصطلاحات كلنا رح نستعملها. شو رح نصطلح انه الدوران تبع هذا بهذا الاتجاه؟ اوميجا ايش هي؟ الفريكونسي، مش هيك؟ ايش وحدتها كفريكونسي؟ لا اوميجا راديانس بير سكند. اذا هاي لها وحده راديان بير سكند، بتحب تحطها بالاف بامكانك تحطها اف، وراح تكون اف هرتز او ريفولوشن بير سكند او سايكل بير سكند. اه فالاصطلاح رح نفترض انه هدول بلفوا هيك، ولو انت قاعد تراقب هون، لو عينك هون موجوده وفي عندي واحد موجود هون، مين المتقدم على مين؟ مين اللي سابق مين؟ حتى اجاوب على هذا السؤال بدي اطلع على هذا، مش هيك؟ هذا عم بيعمل روتيشن بهذا الشكل، فانا عمالي بفترض انه هذا بيمثل واحد من الساينوسويدز، هذا طول الساينوسويد، كانه عمالي على فكره هذا بلف من هون، في عندي شيء بلف وعم بطلع على البروجكشن تبعته من هون، فهذا عندي الفيزر الاول وهذا الفيزر الثاني، مين راح يكون ليدنج؟ هذا الفيزر ليدنج هذا الفيزر. شو يعني ليدنج هذا الفيزر؟ معناها هذا مين بيصير بالزمن؟ which one happens in time first؟ الزيرو كروسنج تبعته هاد ولا هاد؟ هذا بصير بالاول. وين الزمن الماضي؟ هي الزمن، والزمن عم بتقدم بهذا الشكل. فاذا هاي الويف فور ليدنج هاي الويف فور، اوكي؟ اذا هاي الويف فور ليدنج هاي، انا تقريبا حاول بحطهم هون. هلا اظن هذا ار ام اس، عاده باصطلاح انه نرسم هذا ار ام اس، وهذا عندي هون في زاويه بينهم فرضا تقريبا هاي فرضا 45 درجه، لكنه في زاويه هون بينهم. هلا انا ممكن الفه كله بالنسبه لبعضه، المهم هي الريلاتيف انجل. اه الريلاتيف انجل اللي بينهم. هلا لو بدي اجمعهم بجمعهم هلا زي مين؟ ايش بيطلع معي؟ جمع طبعا مش طرح، لو طرح ايش بدي اعمل؟ بدي اخذ واحد منهم، اذا بدي اخذ هذا ناقص هذا بصير هذا زائد النيجاتيف تبع هذا، مش هيك؟ لكن هذا زائد هذا شو اعطاني؟ هاي هون التشابه مع الفيكتورز، اوكي؟ اذا شو راح يعطيني؟ راح اعطاني واحد جديد، الامبليتيود تبعه ايش بقدر اقول عنه؟ اكبر من الاثنين. اه راح يطلع معي مثلا الجديد فرضا الزاويه تكون هون، هذا الفيزر الجديد اللي هون، مش هاي طريقه اسهل؟ هاي طريقة سهلت علي اني اطلع الريزلت تبع هذول التو ساينت، هذول كان ممكن يكون تو فولتجز، هيهم فولتجز، وراح يطلع معي V3 اوف تي، الفريكونسي تبعته هي نفس الفريكونسي، لأنه عم بعمل روتيشن على نفس البلين بنفس السرعة، بس الفيز انجل تبعته، which who's leading هلا؟ V1. هلا هون الاصطلاح كمان اني احولهم بهذا الشكل، بصير عندي V1 V2 وعندي هون حولتهم لمجموعة فيزرز، كل واحد منهم له ماجنتيود، أظن إنه الآر إم إس، نتأكد أظن الآر إم إس الماجنتيود تبعه، في حين هون كان هذا مش الآر إم إس، هذا البي، أوكي؟ في 1 ليدنج، بعده في 3 بالزاوية هاي، أو اللي هي هاي من هون، طب هاي زمن بدي أحولها لزاوية، وبعدين عندي بعده في 2، إذا هاي طريقة سهلة جدا حتى اتعامل، والفيزرز مهمه جدا، كل شغلنا في الماشينز اللي بيشتغلوا المهندسين كهرباء في الباور في الباور سيستمز بيعتمدوا كثير، لانه عنده سيستم معقد جدا كله له نفس الفريكونسيز، عم بفترض انه انا خلص الترانزنت وصلت للستيدي ستيت، اوكي؟ ستيدي ستيت، عند ستيدي ستيت هاي صارت عندي، هاي راح تضلها تتكرر، مش هيك؟ هذا الشكل راح يضل يتكرر، ولذلك انا رسمته مره واحده، بس هو موجود عدد من المرات، مش هيك؟ راح يضل يتكرر منهم. هاي ستيدي ستيت كونديشنز رح تقول انه في 3 بهاي الحاله، مش دائما، بهاي الحاله في 3 اكبر من الماجنتيود تبع في 1 وفي 2، والزاويه تبعته جاي بين الاثنين. لو بدي كنت اطرح شو كنت بعمل؟ بجيب في 1 ماينس في 2، فوين بتصير في 2؟ هذا عباره عن ماينس في 2. هلا بجمع في 1 ماينس في 2 او في 1 بلس ماينس في 2، وين بصير عندي بالحاله هاي في 3؟ أنا هون لاحظوا في 3 أصغر من في 1 وليدنج، مين صار ليدنج هلا هون؟
خلينا نسميها V4 إذا بدكم هون، و V4 بتساوي V1 minus V2، و V3 بتساوي V1 plus V2. V4 إيش صارت؟ مين اللي دي؟ مين اللي بتشوفه العين بالأول؟ أوكي مظبوط؟ أوكي تمام؟ هذه مقدمة عن الفيزرز.